السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معي في قناة لمسة أمل. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة قرص الأفران اللي بالسمسم والسكر. كل الكمية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بكيلو واحد دقيق بس، حاجة كده آخر جمال، هتنفع معانا فطار أو عشاء، ويا سلام عليها جنب كوباية شاي بلبن، وكمان هتنفع ولادنا ياخدوها معاهم المدرسة، وهنكون ضامنين ان هم واخدين معاهم حاجة مغذية ونظيفة مهما كان الافران مش بنظافة البيت، والخامات اللي احنا بنستخدمها بتكون خامات مضمونة زي الحليب او اللبن البودرة او الزيت او السمنة، بنكون ضامنين ان احنا حاطين نوعية كويسة. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي 35 قرصة، شوفوا الجمال، طرية جدا والقعر كمان مستوي سوا كويس جدا، الأحرف بتاعتها مقرمشة وهي طرية من جوه. تعالوا نشوف كمان الحشوة بتاعتها كانت ايه. زي ما انتوا شايفين الطراوة، وكمان انا حشيتها بالسكر والقرفة، وحشيت جزء تاني بالسكر السادة، وسبت جزء سادة خالص. انتي ممكن تضيفي الزبيب والمكسرات للحشوة بتاعتك. 35 قرصة بكيلو واحد دقيق. يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف المقادير والطريقة اللي عملنا بيها القرص بتاعتنا ازاي. يلا بينا ونبدأ بسم الله، ونقول مع بعض المقادير بتاعتنا اللي هتكون عبارة عن كيلو من الدقيق المنخول، ولو هتعايري بالكوباية هيكون معانا 7 كوبايات من الدقيق، 7 كوبايات من الكوباية المج اللي هي بتاعت الشاي اللي هي 200 ملي، وهيكون ليهم كمان 4 معالق من السكر الخشن العادي، 3 معالق من اللبن البودرة، ولو ما عندكش لبن بودرة هنستغنى عنه خالص بكوباية من الحليب. معايا معلقة كبيرة مليانة من الخميرة الفورية، ومعلقة كبيرة من البيكنج بودر، معلقة صغيرة من الملح، ومعايا كوباية من السمنة على الزيت، كوباية نصها سمنة ونصها زيت، والزيت طبعا يكون زيت نظيف زيت ذرة، ومعايا كمية من المية الدافية اللي هعجن بيها، وده على حسب ما العجين هياخد معايا. خلاص المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا اهي. يلا بقى نشوف الطريقة الأسهل والأبسط. شوفوا حبايبي، أنا معايا الدقيق بتاعي وهنزل عليه بكل الحاجات الجافة بتاعتي اللي هي عبارة عن خميرة وبيكنج باودر وملح اهو على بعض، وهنزلهم على الدقيق كده، وهنزل ب4 معالق سكر، 3 معالق اللبن البودرة، وهقلب كل ده مع بعضه كده. دي بقى كوباية الزيت على السمنة، حابة تحطي بقى اي سمنة، اي سمنة تحبيها حطيها. ودلوقتي هنقلب السمنة والزيت مع بعض كده في الدقيق، هنبس الدقيق مع السمنة والزيت بايدينا الاتنين كده، خلاص يا حبايبي انا كده بسيت الدقيق بتاعي مع السمنه والزيت كويس جدا، خليته ناعم في قلب بعض اهو. ودلوقتي هنعجنه بالميه الدافيه، وده على حسب ما الدقيق هياخد مننا ميه، يعني انا مش هقول لكم على كميه معينه من الميه، والميه بتاعتنا تكون دافيه. ادي العجينة بتاعتي لمت معايا بالكوباية ونص مية دافية اللي انا كنت مجهزاها معايا، يمكن فاض منها بس معلقة كده ولا معلقتين، وهي لمت معايا اهي، بقت عجينة زي الفل معايا اهي، ايدي ما بقتش فيها عجين ولا حاجة، ولا في حاجة في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. انا عايزة العجينة بتاعتي تكون طرية، لا جامدة ولا طرية تلزق في ايدي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص انا هغطي العجينة بتاعتي لحد ما تخمر ساعة، وبعدين نرجع نكمل مع بعض الطريقة بتاعتنا. وعدت ساعة يا حبايبي على العجينة بتاعتنا، يلا بينا نشوفها الخمر بتاعها عامل ازاي. اهي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. دلوقتي بقى هنبدأ نهبطها كده، ومعايا للوش بتاع القرص بتاعتنا سمسم على سكر متقلبين على بعض زي ما انتوا شايفين كده، وهحتاج معايا كمان مية، والحشوة بتاعت القرص بتاعتنا بتكون حسب الرغبة، يعني انا بحبها سادة، ممكن نحشيها كمان سكر على قرفة زي ما انتم شايفين كده، ممكن نحشيها سكر سادة، ممكن نحشيها سكر مع سوداني او زبيب او مكسرات، ده بيرجع على حسب الرغبة وحسب ذوق ولادك في الاكل.
يلا بينا نبدأ شغل. دي الصينية اللي أنا هخبز فيها، هدهنها بنقطة زيت. أنا كده دهنت الصينية اللي هتدخل الفرن اهي بالزيت، هركنها بقى كده على جنب. ودلوقتي هنبدأ نقطع القرص بتاعتنا، والحجم بتاعها هيكون حسب ما انت بتحبي، حابة تخليها كبيرة حابة تخليها صغيرة، ده على حسب رغبتك انت. انا هقطعها كده بالشكل ده، هفتحها بس فتحة صغيرة كده. هاخد الحشوة بتاعتنا، السكر على القرفة يعني نص معلقة كده، وبعدين أبدأ أقفل القرصة بتاعتي كويس قوي علشان ما يخرجش منها حاجة أثناء الخبيز وتتحرق معايا وتبوظ لي القرصة. أهي زي ما انتم شايفين كده، هبططها تبطيطة صغيرة مش هفردها قوي بالحجم ده كده. وبعدين هاخدها دلوقتي احطها في المية بس كده، وبعدين من المية على السمسم والسكر واضغط، وهتبقى معايا بالشكل ده. وهروح احطها في الصينية بتاعتنا بالشكل ده. نعمل كمان واحدة مع بعض. هنقطع القرصة بالحجم اللي احنا بنحبه، بالحجم ده هفردها شوية كده، وهاخد الحشوة في النص وهقفل بالشكل ده. وهفردها شوية كده، وبعدين هحطها في المية. المية دورها هنا انها هتخلي السكر والسمسم يمسكوا معايا في القرصة كويس، بدل ما اجيب فرشة وبل انا بحطها كده بتتبل معايا احسن واكتر. وبعدين هروح على السمسم والسكر واضغط بالشكل ده، واحطها في الصينية بتاعتي. هملى الصينية كلها بنفس الطريقة، بس انا هغير دلوقتي السكر والقرفة وهحشي بالسكر السادة بنفس الطريقة. برضو هنقطع الحجم اللي احنا بنحبه يا جماعة، لو بتحبي القرص الكبيرة اعمليها، بس انا بفضل القرص الصغيرة علشان لو عندنا اطفال صغيرين هياخدوا منها الواحدة هيخلصوها، مش ياخدوا حتة ويرموا حتة. تمام، العجينة بتاعتي طرية وجميلة جدا زي ما انتم شايفين اهي. دلوقتي انا هحشي بالسكر بس من غير اي اضافات تانية، نص معلقة كده، وهبدأ اقفل العجينة بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده كويس جدا علشان ما يخرجش مني سكر بره. هضغط عليها شوية، مش قوي، مش تبطيط، ضغط بس كده اهي. وهنزلها في المية كده، وهروح على السمسم وعلى السكر واضغط زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. هخلص الكمية اللي معايا كلها بنفس الشكل ونرجع نكمل مع بعض. شوفوا حبايبي، انا عملت الصينية كلها بنفس الطريقة اللي عملتها معاكم، وكنت مشغلة الفرن من بداية ما بدأت اشكل العجين معاكم. دلوقتي هسيبها ترتاح 10 دقايق، وبعدين هدخلها الفرن اللي انا مشغلاه على درجة حرارة 250، لازم درجة الحرارة تكون عالية ومن تحت بس، مش هشغل الشواية غير لما يرتفع معايا وخلاص يكون في اخر التسوية علشان يديني اللون المحمر للوش بس. ودلوقتي هسيبه يرتاح 10 دقايق وبعدين ندخله الفرن. وبكده خلاص يا حبايبي انا خلصت الكمية اللي انا عملتها كلها اهي، زي ما انتم شايفين خبزناها في فرن البوتاجاز مش الفرن الكهربائي، على درجة حرارة متوسطة، اعلى من المتوسطة شوية، بتظبطي الحرارة بتاعتك كده، وفي اول ربع ساعة بيكون الفرن شغال من تحت بس، وال5 دقايق التانيين هيكون الشواية شغالة مع الفرن، يعني خدت مني تلت ساعة، الصاج خد مني تلت ساعة في الفرن. زي ما انتم شايفين شكلها تحفة وطعمها حلو جدا جدا، هتعجب ولادكو، وكمان هتقدروا تستغلوها كفطار او عشاء جنب كوباية شاي بلبن، يا سلام عليها.
اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسنيش في اللايك وفي الشير والسبسكرايب للي ما دخلش او شاف قناتي قبل كده. اشوفكم في فيديو جديد وبحبكم في الله.